شروط كتير معززة لقطاع الكهرباء تبعنا، إن كان من حيث كلفة الإنتاج أو من حيث يعني كلفة الكهرباء نفسها أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية. مشكورين الطرفين سوريا وطبعا الأردن لهالموقف المميز وهالموقف اللي بيأذرنا بهالوضع اللي نحن فيه. أنا بس بعبر عن فرحتي باسم الشعب اللبناني لتوصل لها النتيجة الإيجابية. شكرا. تفضل. شكرا كمان. شكرا كثير زملاء. طبعا نحن في سوريا في إطار تعزيز التعاون ما بين الدول العربية الثلاثة الأردن وسوريا، طبعا كنا بشكل دائم جادين بشكل كامل لإعادة تأهيل منظومة الكهربائية الخاصة بالربط ما بين الأردن ولبنان مرورا بسوريا، طبعا بالرغم من التدمير الكبير الذي حصل على الشبكات الكهربائية والمنظومة الكهربائية. بدأنا بإعادة تأهيل خط الربط ما بين سوريا والأردن وبتكلفة بحدود 5.5 مليون دولار. طبعا نحن بالاتفاق كنا جادين بتسهيل كل الإجراءات حتى تحل المشكلة الكهربائية في لبنان بتأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الأردن الشقيق. بالتأكيد نحن ما رح نكون حجر عثرة بهذا الاتفاق، سعيدين جدا بالاتفاق الذي تم ما بين الأردن الشقيق ولبنان الشقيق، ونحن كنا مساعدين إن شاء الله ولن ندخر جهدا في هذا الموضوع. وشكرا جزيلا. ما عليك سقف زمني لإنجاز الشبكة الكهربائية؟ طبعا نحن من الاجتماع الأول حطينا مدة زمنية، قلنا بنهاية هذا العام إن شاء الله ستكون الشبكة الكهربائية جاهزة لوضعها بالاستثمار. ما عليك كمان سؤال لو تقدم. في هناك محللين في الطاقة يقولون أنه خط الغاز وخط الكهرباء أوريدي جاهز، لكن هناك في قضايا اللي هو الضوء الأمريكي لتنفيذ هذا المشروع، خاصة أن سوريا هي تعاني من العقوبات وقانون سيزر. بكل شفافية، هل هذا المشروع جاهز ولكنه ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي؟ لا لا، بالتأكيد خط الكهرباء غير جاهز. نحن لن نصرح بشيء غير واقعي. خط الكهرباء يحتاج إلى حتى نهاية هذا العام حتى يكون جاهز. نحن الورشات تعمل بشكل دائم منذ اليوم الأول الذي اتفقنا فيه على أن منذ اليوم الأول الذي صار هناك اتفاق على أن الأردن ستزود لبنان بالكهرباء، نحن مباشرة عملنا الدراسات اللازمة وبدأنا بتجهيز الخط، ولا زالت الورشات تعمل إلى اليوم بوتيرة عالية لإعادة تأهيل هذا الخط ضمن المدة الزمنية التي تم وضعها اللي هي نهاية هذا العام. لو سمحت بس سؤالي للمعالي وزير الطاقة، تحدثت أنه توصلت للصورة النهائية اليوم، إيش أبرز البنود اللي أثبتوا فيها؟ وكمان تحدث معالي وزير الطاقة لبنان عن موضوع التكلفة، أنتم وصلتوا لموضوع التكلفة وقديش كم التكلفة راح تكون على هذا الشيء؟ يعني أبرز ما تضمنته الاتفاقية يمكن له علاقة بكمية الطاقة الكهربائية اللي ممكن إنها تمر عبر الشبكة السورية إلى لبنان. بنحكي عن حوالي 150 ميجا من منتصف الليل إلى الساعة 6 صباحا، ومن 6 صباحا إلى منتصف الليل حوالي 250 ميجا، ولها علاقة بقضايا فنية أخرى فيما يتعلق بموضوع الفاقد وكيفية معالجته وموضوع كلف العبور والكلف الأخرى. نعم. تفضل. هلا يعطيكم ألف عافية. بداية أنا سارة دراوشة من قناة المملكة. تأخرت عن موعد الاجتماع 3 ساعات، هل هذا ينم عن خلافات كانت موجودة؟ وكمان سؤالي لمعالي وزير السوري، هل البنية التحتية جاهزة الآن في التمام ولا لسه؟ يعني ما مش خلافات، لكن يعني اتفاق في بعض القضايا اللي كان لابد من معالجتها، وعالجناها بكل إيجابية وبكل تعاون، بروح التعاون ما بين جميع الأطراف. البنية التحتية أظن أنه معالي الأخ أشار قبل شوي بالسؤال أنه
قال مش جاهزة، لكن الفرق الفنية تعمل على هذا الموضوع، بنهاية السنة إن شاء الله بتكون جاهزة. زيد شغلي على موضوع الموضوع العاد، لأنه نحن شو هدفنا بالأخير؟ يعني نحن بدنا نوقف حد بعض، بدنا نعمل تعاقد أو علاقة تجاريا بترد بالمنفعة على كل الأطراف، إن كان لسوريا الشقيقة اللي عم بس تبعد تمكننا من الحصول على الكهرباء الأردنية، أو للأردن الشقيق اللي عنده كمان المقاربات تبعيته بالنسبة لكلفة الكهرباء عليه، أو نحن اللي عنا كمان مشاكلنا الكبيرة على مستوى كلفة الكهرباء عننا وكل محطة كيف كلفتها. فلما درسنا موضوع البورتفوليو تبع الكهرباء إن كان عند الجانب الأردني أو عند الجانب اللبناني، طلعنا بمباحثات بتمكننا من وصول لرقم أرقام مفيدة للجانب اللبناني نمبر وان، وطبعا بنفس الوقت ما أنا مضرة ولا بل إيجابية للجانب الأردني أيضا. فهذا هو الموضوع اللي كان عم يخص دعم للبنك الدولي. هل سيكون الدعم لهذا المشروع من البنك الدولي مغطى لثلاث دول أم فقط للبنان؟ بقدر جيوب تفضل. نحن طريقة صياغة يلا مش صياغة هيدا العقد من الأول للآخر هو مغطى عن طريق القرض من البنك الدولي مشكور، وهو بيتضمن الجزئيتين اللي هي جزئية كلفة الكهرباء اللي هي استيراد كهرباء بالكيلووات أور، وبيتضمن نقل هذه الكهرباء عبر الأراضي السورية مستعملين الشبكة السورية. فكلفة الشبكة بتنضاف وبتتمن بكمية كهرباء إضافية بتستفيد منها سوريا.